اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم كريبتو انفست سيفلي. اليوم رجعنا لكم بشرح جديد لهذا الموقع اسمه TRX.com. هنا في التوتال بالانس يعطيك 5000 TRX عند التسجيل. اذا هذه الواجهة الرئيسية. اولا نذهب الى طريقة التسجيل، تضغطون على الرابط اسفل الفيديو، هنا تتركون كود الانفايت كما هو، هنا تدخلون الموبايل نمبر، وهنا اللوجين باسورد، وهنا السكيورتي باسورد، وهنا تدخلون هذه الكاباتشا، وبعدها تضغطون على ريجستر. اذا هذه الواجهة الرئيسية الخاصة بالحساب. من هنا يمكننا رؤية الانونسمنت الخاصة بهم او عن طريق الضغط على هنا. هنا تجدون الويلكم للموقع الخاص بهم و بيست انفستمنت اكسبيرينس الى غير ذلك. هنا لديكم روابط الموقع الخاص بهم، مثلا هنا لديكم تحميل التطبيق الخاص بهم، يمكنكم نسخ هذا الكيو ار وتحميل التطبيق. هنا لديكم الوايت بيبر الخاص بهم، تجدون رابط هنا، يمكنكم رؤية جميع المعلومات عن الوايت بيبر الخاصة بهم والمشاريع التي بها كما يقولون. طبعا لا نعرف إذا هو صحيح أصلا. هنا لديكم الكوستمر سيرفيس، يمكنكم التواصل معهم. هنا أيضا الواتساب كوستمر سيرفيس. إذا هنا لديكم أيضا ريفير فريند اند ارن ريورد. في الإحالة الأولى تحصلون على 14%، والحالة الثانية 7%، والحالة الثالثة 3%. هنا يعطيك اكزامبل 10000 TRX الحالة الأولى تحصلون على هذا المبلغ، والحالة الأولى تقوم بدعوة الحالة الثانية تحصلون أنتم على 700 TRX، وهنا 300 TRX. أيضا يمكنكم عمل شير على مواقع التواصل الاجتماعي ورك من خلاله. إذا جيد، ولن نذهب إلى طريقة الإيداع. يمكنكم الضغط هنا على ريشارج، وهنا تحويل لهم المبلغ. ثم هنا أيضا يقول لك توصلك يوميا بتوقيت سنغافورة كل 24 ساعة. هنا إذا قمتم بالإيداع ستتحول إلى الانفست أكاونت، ويمكنكم هنا الانفستمنت أكاونت تحصلون عليها. إذا نختار هنا البيزك أكاونت، يمكننا الضغط على كوبي من هنا او نسخ هذا الكود، وبعد ان نكملها سنضغط على ريشارج كومبليتد. اذا نذهب الى المحفظة الخاصة بنا، اذا هنا سندخل المحفظة وسنقوم باستثمار 20 TRX كما ترون. بعدها سنضغط على withdraw وسنكمل الدفع ونرجع اليكم. إذا كما ترون تم السحب بنجاح. هنا نضغط على completed ونرجع للموقع ونضغط هنا recharge completed. والآن سننتظر حتى تصلنا في الحساب الخاص بنا. هنا لديكم withdrawal، وهنا التيم يظهر لكم الحالات الخاصة بكم. هنا لديكم الوالت account هي بمثابة basic account، وهنا البروموشنال account يأتي عليه ربح الحالات أيضا. هنا بعض الخاصيات الأخرى مثل الجيمز والأكتيفيتيز إلى غير ذلك. هنا الأكتيفيتيز عندكم الريجستريشن ريوارد 5000، هنا الكيوميليتيف ديبوزيت 5 حتى 50 ألف TRX، أقل شيء يوميا إنكم 5%. هنا أيضا لديكم الـ 5000 هنا 6% يوميا، وتصل حتى 10% ديلي إنكم ولهذا المبلغ. هنا أيضا ربح الحالات كما قلنا نقول لكم قبل قليل. إذا هنا لديكم TRX Market Performance أيضا، وهنا لديكم الكيوميليتيف داتا، هنا الأكتيف يوزر أيضا. إذا يمكنكم رؤية بعض الخاصيات هنا أيضا. إذا هنا لديكم التريد 5% Cold Mining is Working، وهنا التريدينج بروفيت كل 24 ساعة. هنا لديكم الانفست كامينج سون ايضا، الانفست كامينج سون. اذا الان سننتظر حتى يصلنا الايداع في الحساب الخاص بنا. هنا لديكم الماين، يظهر لكم هنا TRX ديبوزيت كوانتيتي، هنا هنا ريشارج 5 TRX للاكتيفيت الخاص بكم.
هنا لديكم تريد ليست، وهنا لديكم إذا أردتم تغيير الباسورد، وهنا تيرن بالانس أيضا، وهنا لتحميل التطبيق إلى غير ذلك. الآن سننتظر فقط حتى يصلنا الإيداع الخاص بنا. إذا كما ترون وصل الإيداع بنجاح، هنا 20 TRX في TRX Deposit Quantity. إذا رجعنا هنا أصبحت لدينا 5020 TRX. الآن أصبح بإمكاننا السحب، يمكننا الضغط هنا على Withdrawal. كما ترون هنا الديلي Withdrawal Limit هو 1 TRX، يمكننا إدخال هنا 1 TRX، وهنا سندخل المحفظة الخاصة بنا. إذا سندخل المحفظة هنا، إذا وهنا سندخل هذه الكاباتشا هنا. إذا بعدها سنضغط على سبميت. إذا سكسس ننتظر الآن حتى تصلنا في الحساب. هنا أيضا لديكم الشير، يمكنكم أن invite your contacts or friends and earn a reward. يمكنكم الربح من خلاله لترويج رابط الرحلة. share your referral link and start earning. يمكنكم الضغط على copy وترويج له في مواقع التواصل مثل الفيسبوك واليوتيوب إلى غير ذلك. إذا سننتظر لكي نريكم الإثبات. إذا كما ترونها قد وصل الإيداع بنجاح، هنا completed وهنا تاريخ، وهذه المحفظة التي قمنا بإدخالها 1 TRX، وهنا TXID. إذا وصل الدفع بنجاح.